مبروك الانطلاقه الاولى، مبروك 3 نقاط مهمه جدا في مشوار حلم كل المصريين بعد الاخفاق في 22، اكيد حلمنا 26 ولسه عندنا طبعا احلام اخرى كثيره، لكن نتكلم الاول في البدايه عن هذه المباراه. الحمد لله طبعا على النتيجه، اداء كويس ونتيجه مهمه طبعا. كلمت انا واللعيبه قبل الماتش ان دايما الفرق الكبيره لما ما بتصعدش كاس عالم بتبقى الماتشات الصغيره دي، مش عايز اقول ماتش صغير بس الماتشات البدائيه في التصفيات او حاجه بتبقى صعبه بالنسبه لهم لو تعادلوا او خسروا الماتش. فالحمد لله احنا كنا قدرنا مركزين وفرقه كانت صعبه في الاول، بس الحمد لله قدرنا نخترق دفاعاتهم بشكل كويس وادينا كويس وعملنا نتيجه كويسه. سوبر هاتريك النهارده، يعني ارقام قياسيه ما شاء الله. النهارده محمد صلاح بيحرز 15 هدف كافضل هداف في مشوار التصفيات لمنتخب مصر، او الهداف التاريخي لمنتخب مصر في تصفيات، ويقترب من ان يكون الهداف التاريخي لمنتخب مصر بشكل عام. كل الالقاب الحمد لله لمحمد صلاح. الحمد لله، اهم حاجه النتيجه واهم حاجه ان احنا قدرنا بشكل كويس. اللعيبه كلها كانت مبسوطه، حرزنا اجوان كتيره وده ساعد اللعيبه كلها انها تجيب اجوان. اكيد سواء مبسوط بال4 اجوان، لكن اهم حاجه النتيجه بالنسبه للفرقه كلها، وقدرنا نكسب الحمد لله. افريقيا حلم لكل يعني لعيبه كتاريخ ليهم، وكلام محمد صلاح اكيد يتمنى انه يحقق هذا اللقب. شايف ازاي طبعا البطوله اللي احنا خلاص بنقترب منها، خصوصا ان بعد المعسكر ده على طول هو معسكر افريقيا؟ والله يعني الحمد لله البطوله الاخيره ما كناش موفقين، جانا مدرب جديد ماشي معاه بشكل كويس، كسبنا معظم الماتشات، ان شاء الله الاداء والنتائج تستمر بالشكل ده في افريقيا ونقدر نكسب البطوله باذن الله. ما ينفعش ما نكونش معانا وما نحتفلش ب 200 هدف في الدوري الانجليزي، شيء يشرف كل مصري ويشرف كل العالم العربي حقيقي، فخر العرب. شايف ازاي هذا الانجاز وظهورك طبعا معانا بعد هذا الانجاز مباشره؟ لا اكيد طبعا مبسوط ان انا اجيب 200 جون في انجلترا، ده حاجه كويسه. اتمنى ان شاء الله اللي يجي بعدي ويجيب اكتر واكتر واكتر ويقدر يعمل حاجه كويسه تخلي الناس كلها عندها امل. يعني اكيد الجماهير ورساله محمد صلاح مهمه جدا، عايز تقول لجماهير مصر النهارده، وعايز اعرف منك محمد صلاح القائد داخل منتخب مصر اللي بيجتمع يوميا مع اللاعبين. لا والله اللعيبه بالنسبه لي اخواتي الصغيرين، وفي منهم ناس اكبر مني بشويه، يعني كلنا نعرف بعض بشكل كويس من 12 سنه، وفي ناس 7 سنين وفي ناس اقل من كده. حتى جيل جديد يعني اتعاملنا مع بعض في بطوله افريقيا وفي علاقه كويسه ما بيننا. اتمنى طبعا عودة الجماهير، لان النهارده الشكل ما كانش احسن حاجه، بس اتمنى الناس ترجع للمنتخب زي الاول عشان خاطر الناس شويه بتبقى ورا الفرق اكتر. فاتمنى ان شاء الله ان القاعده الجماهيريه بتاعت منتخب مصر ترجع تاني، مش بس الماتش الصعود، لا يفضلوا من الماتش الجاي ان شاء الله في كاس العالم ان شاء الله باذن الله. شكرا. اذا كابتن سيف، هذا اللقاء الخاص بالتاكيد مع رجل المباراه وايضا اهم لاعب بالتاكيد في الفتره الاخيره للكره المصريه محمد صلاح في هذا الظهور الخاص لاون تايم سبورتس، كابتن سيف معك الكلمه.